اليوم غادي نتعيشوا معايا القصه ديال هذا الببغاء، سميتو فيكي. من نهار جاتو وليد حتى النهار بدا كيطير. كمل معايا الفيديو. هذا فيكي وهذا اول نهار ليه معايا. فيكي النهار الاول كان خايف مني وبزز باش خدم من عندي السورانك، حتى كندير ايدي بحال هكا عاد كيبغي ياكل من عندي صغيور وشويطين. هذا النهار الثالث، فيكي بدا كيتصرع عليا شويه وما بقاش كيخاف كيف ما كتشوفوا، غزال تبارك الله. نهار السادس مع فيكي، ما نكذبش عليكم، بديت كنولفو بزاف وبدا كيولفني داصر داصر. هاد فيكي تبارك الله. الى لاحظتي الرويشات بداو كيخرجوا في الجناوح، دابا تبارك الله فيكي غادي وكيكبر، وليتي راجل اخاي فيكي. النهار الثامن وفيكي معايا، شوفوا تبارك الله قداش ولا، فيكي غادي وكيكبر، غادي والرويشات كيخرجوا، غادي وكيزيان فيكي، تبارك الله، ما نعاودش لكم اش كيدير الماكلة. اليوم نهار 13 وهذا اول نهار غادي نخرج فيه فيكي يضرب دويره في الزنقه، عجبه الحال وبزاف الدراري. هذا النهار 17 وفيكي غادي وكيكبر، غادي وكيتصر، ولا مكتشف الدراري وعزيز عليه يقلب على اي حاجه ويكتشف اي حاجه. وبلا ما نقول لكم فيكي غادي وكيكبر وغادا والشهيه ديالو كتحل، كيصوت في الماكله الدراري. النهار 25 الدراري، فيكي كمل له الريش تقريبا كامل، شوفوا تبارك الله كي ولا كيخرج معايا للزنقة، وهنا راه بدا كيقرب يطير الدراري. فيكي ولا ناصر عليا، تحشم السي فيكي. نهار 28 الدراري، فيكي غياكل أول وجبة ليه من غير السورانك، عطيت واحد طريف ديال القرقاع وصدمني، بدا كياكل مباشرة الدراري. وجا نهار 30 الدراري، النهار اللي غيدير فيه فيكي اول طيره ديالو، شوفوا معايا. نهار 32 الدراري، فرحان بفيكي وفرحان بالمستوى اللي وصل ليه، وليت انا بابا هالساط، ولا كيعتبرني انا هو كلشي بالنسبه لي. وكانت هذه القصة ديالي مع فيكي، نتمنى أنها تعجبكم. كان معكم ياسير، السلام عليكم.